أبنائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، درسنا اليوم يا أحبائي في الإملاء وموضوعه كيفية كتابة اللام في الأسماء الموصولة. تعرفنا على الأسماء الموصولة في العام الماضي وقلنا أن الأسماء الموصولة هي كل اسم يؤتى به لربط الكلام أو وبالأخص ربط الاسم مع الفعل. لاحظوا معي أبنائي التلاميذ الجمل المدونة على السبورة، يلا لنقرأها معا. الله هو الذي خلق الليل والنهار. احترمي معلمتك التي تعلمك وتهذبك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. التلميذان اللذان يؤديان واجبهما يقدرهما المعلم. سلمى وليلى هما اللتان تحصلتا على الجائزة. وآخر جملة، التلميذات اللواتي اجتهدن ناجحات. جيد، نلاحظ الكلمات الملونة، تعرفنا عليها، قلنا هي أسماء موصولة، هي أسماء موصولة. جيد، هي أسماء موصولة. عزيزي التلميذ، لو تلاحظ معي، هل مكتوبة بنفس الطريقة؟ وأعني بذلك حرف اللام في كل الأسماء الموصولة ننطق اللام: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، واللواتي. نحن نسمع اللام بوضوح، لكن يا ترى هل نكتبه في جميع الأسماء الموصولة؟ لا يا أولادي، لا نكتبه في جميع الأسماء الموصولة. هناك أسماء موصولة تكتب بلام واحدة، وأسماء موصولة تكتب بلامين، ونؤكد على كتابة الشدة فوق اللام. لا ننسى أبدا كتابة الشدة فوق اللام. الأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة هي الذي، ونستعمله للمفرد المذكر، أبي هو الذي تعب من أجل، التي للمفرد المؤنث، أمي التي أحيا بها، الذين لجمع المذكر. تكتب الذي، التي، والذين بلام واحدة، مفهوم أعزائي الأطفال؟ تكتب بلام واحدة، ولا أنسى كتابة الشدة على اللام، يعني أكتب ال فوق اللام شدة، وأنطق الذي، التي، الذين. الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين هي اللذان، ونستعملها للمثنى المذكر. التلميذان اللذان يجتهدان يحبهما المعلم. ثاني اسم موصول يكتب بلامين، اللتان، ونستعمله للمثنى المؤنث. البنتان اللتان تلعبان هما هدى ومريم. اللتان تكتب بلامين، يعني ألف لام التعريف ونضيف لاما ثانية. واللواتي، ننتبه جيدا،
اللواتي اللاتي واللائي هي أسماء موصولة نستعملها لجمع المؤنث وهي تؤدي نفس الغرض ونفس المعنى. نقول الأمهات اللواتي ساعدن الجدة هن الجارات، أو النسوة اللاتي ساعدن الجدة هن الجارات، أو النسوة اللائي ساعدن الجدة هن الجارات. وهنا أيضا أركز وأركز وأركز على أنني عند كتابة الأسماء الموصولة بلا بين لا أنسى كتابة الشدة على أي لام؟ ممتاز، على اللام الثانية اللا، على اللام الثانية. أرجو أنكم قد استفدتم من درس اليوم أعزائي التلاميذ. إلى الملتقى في الحصة القادمة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.